حقيقة استغربت لهذا القرار، يعني مباراتين، يعني توقف مباراتين من أجل الحديث مع الحكم الرابع. انتقدت يعني بطريقة يعني أخلاقية، ولم يعني لم أتحدث مع الحكم بطريقة يعني اللي هي تسيء له أو تسيء للكرة المغربية ولا حتى للحكم يعني نفسه. وبالتالي يعني توقيف يعني مباراتين يعني شيء بكل صراحة يعني شيء غريب جدا، مع العلم أن اللاعب في بعض الأحيان خلال المباراة يسيء إلى الحكم فإذا به يتوقف فقط مباراة واحدة. فأنا لم أتفوه يعني بكلمات خبيثة في اتجاه الحكم، ولا أعلم ماذا يعني كتب في تقريره، لكن مباراتين من أجل انتقاد قرارات الحكم أو تحدث الحكم بتلك الطريقة شيء غريب جدا. الحوار انه قال لي ادخل في يعني المكان المخصص لك كمدرب. قلت ليه يعني تعرف مع الاجواء المباراه مع الحماس، يعني بعض الاحيان كننسى نفسي وكندخل شويه ماشي مشكل. قال لي صافي راه دخلت تكلمت معك. قلت ليه صافي، قلت ليه الطريقه اللي الاسلوب اللي كتكلم به راه شويه يعني اسلوب شويه قاصح، يعني انا كيف كنحترمك خصك تحترمني. قال لي دخل دابا ولا نمشي نقول للحكم. قلت ليه سير قول للحكم، هذا هو الحوار. قلت لي سير قول للحكم. ومشى فعلا نادى على السيد جيد، ومن طبيعه الحال هو ما يتيقش فيا كمساعد مدرب، يتيق في الحكم الرابع، وبالتالي تم طردي من المباراه. هذا شيء طبيعي، يعني قرار جيد فهو شيء طبيعي، لانه سيثق اكثر في الحكم الرابع ولن يستمع الى كلامي في تلك اللحظه من طبيعه الحال.